هذا سائم يقول: بعضهم يقول يا صاحب الفضيلة لا تجعلوا مسألة كلام الله فاصلا بينكم وبين المسلمين، وما فعله الإمام أحمد هو مبالغة، فما الرد على أمثال هؤلاء؟ لا يعتبر رأيهم ولا كلامهم هؤلاء، لأنهم إما أهل ضلال وإما أهل جهل أو متأثرين بأهل الضلال، فلا عبرة بكلامهم، هذا هذيان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.